السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي الأعزاء، طلاب الصف الثاني الإعدادي. إن شاء الله النهاردة هناخد الجزء الثاني من المراجعة النهائية لمادة الدراسات، وهنشوف مع بعض أنماط جديدة من الأسئلة. بس إحنا عندنا سؤال أساسي في الامتحان، وهو الخريطة. كنا خريطة صماء وبيجيب لنا أرقام عليها، وبنكتب ما تدل عليه هذه الأرقام. فهنبدأ الأول مراجعتنا بالجغرافيا. أول سؤال معانا عن الخريطة. رقم واحد على الخريطة يا ترى بيشير إلى إيه؟ بنشوف رقم واحد على الخريطة ورقم واحد في اللي مكتوب، عشان الكتابة والرقم اللي على الخريطة الاتنين بيكملوا بعض وبيسهلوا لنا الإجابة. رقم واحد دي بيقول كبرى الدول التي تمتلك ثروة حيوانية. الوطن العربي فيه ثروات حيوانية كتيرة ومتعددة، بس احنا كنا قلنا ان في دولة معينة قبل تقسيمها هي اللي بتمتلك اكبر قدر من الثروة الحيوانية، يا ترى هي مين؟ برافو، هي السودان قبل تقسيمها. طيب رقم اتنين على الخريطة، من اهم الدول المنتجة للحديد، يا ترى ايه الدولة اللي هي من اهم الدول المنتجة للحديد؟ في رقم اتنين، برافو، شايف حد بيقول لي موريتانيا، برافو، موريتانيا هي اكبر الدول او من اهم الدول المنتجة الى الحديد. تاني الدول انتاجا للمنجنيز، تاني الدول انتاجا للمنجنيز طبعا هي مصر، جمهورية مصر العربية، هي تاني الدول المنتجة الى المنجنيز. طيب ده كده أول نمط من عينا من أسئلة. تاني نمط، إحنا كنا المراجعة الأولانية خدنا خريطة وخدنا بما تفسر وخدنا كمان اختار وصوب ما تحته خط. تعالوا بقى نشوف نمط جديد من الأسئلة، وهو اكتب ما تشير إليه العبارة. بيجيب لنا عبارة ويقول لنا يا ترى العبارة دي إيه المفهوم اللي بيدل عليها. فأول عبارة معانا بيقول لنا إن دي حشائش تنمو طبيعيا دون تدخل الإنسان وترعى بها الحيوانات. يا ترى إيه هي دي بقى؟ حشائش تنمو طبيعيا دون تدخل الإنسان وترعى بها الحيوانات، هي إيه؟ برافو، هي المراعي الطبيعية، المراعي الطبيعية. طيب تاني سؤال معانا، السلع والمنتجات والخدمات التي تشتريها الدول من الدول الأخرى. تشتريها هي إيه؟ اللي بنشتريها لو بنشتري دولتنا بتشتري من دولة تانية اسمها الواردات اللي جاي لنا، لكن لو سلع ومنتجات إحنا بنبيعها اسمها إيه؟ الصادرات، لما نبيع لدولة تانية اسمها صادرات. طيب تالت سؤال معانا بيقول لنا مجموعة الدخول في الدولة من القطاعات المختلفة بها خلال العام، يعني الدخل اللي بيجي للدولة من الزراعة، من الصناعة، السياحة، أيا كان التجارة، أيا كان نوع النشاط الاقتصادي. الدخول دي كلها اسمها إيه؟ برافو، دخل قومي، بدليل إن إحنا دايما نقول بما تفسر أهمية الزراعة، الصناعة، التجارة، أي نشاط اقتصادي نروح نقول ايه؟ زيادة الدخل القومي. طيب رابع سؤال معانا في اكتب ما تشير، بيقول لنا الاجراءات التي تتخذها الدول لإزالة القيود على حركة التجارة وعناصر الانتاج. طب هي هدفها ايه؟ قالك بحيث تستكمل كل دولة ما ينقصها من الدول الاخرى، يعني اجراءات بتاخدها علشان تزيل أي قيود في التجارة علشان الدول تحصل فيها تبادل تجاري. يا ترى ده اسمه إيه المفهوم ده؟ ده مفهوم التكامل الاقتصادي. طيب خامس سؤال معانا، دولة من أكبر الدول إنتاجا للنحاس، يا ترى إيه هي الدولة اللي من أكبر الدول إنتاجا للنحاس؟ برافو عليكم، هي المغرب. يبقى ده تاني نمط معانا، اللي هو اكتب ما تشير اليه العبارة.
تعالوا بقى نشوف نوع جديد من الأسئلة، وهو بما تفسر. طبعا كلنا عارفين بما تفسر، ودايما بيجي لنا في الامتحان بما تفسر وما النتائج. طيب احنا كنا خدنا ركزنا في المراجعة الأولى على جزء من المنهج، واحنا بنستكمل في المراجعة دي باقي جزء المنهج عشان تكون المراجعة بتاعتنا شاملة المنهج بالكامل. أول سؤال معانا بما تفسر، أهمية معدن المنجنيز الاقتصادية. كل معدن من المعادن ليه أهمية، فليه سبب، ليه مهم؟ ليه بقى معدن المنجنيز مهم؟ بما تفسر أهمية معدن المنجنيز الاقتصادية، معدن المنجنيز مهم لأنه بيدخل في صناعة الصلب ومواد الطلاء. يبقى لأنه يدخل في صناعة الصلب ومواد الطلاء. طيب تاني سؤال معانا، إنشاء منظمة السياحة العربية عام 2005، ليه عملوا منظمة للسياحة؟ علشان تنسق ما بين الدول العربية وبعضها في مجال السياحة، فيبقى في تكامل ما بين الدول وبعضها. تالت سؤال في بما تفسر، تمتلك المغرب ثروة معدنية كبيرة. نقول إن المغرب لما لاحظنا وإحنا بنشرح درس المعادن، لقينا إن المغرب موجودة في كل المعادن. يبقى ليه المغرب فيها ثروة معدنية كبيرة؟ لأن فيها معظم المعادن، فيها حديد، فيها نحاس، فيها منجنيز، فيها رصاص، فيها زنك، وفيها فوسفات. ده تاني سؤال بيقول لنا بما تفسر أهمية الصناعة. قلنا لما يجي يقول لنا بما تفسر أهمية صناعة، أهمية تجارة، أهمية زراعة، أهمية سياحة، أساسي عندنا بتوفر فرص عمل للشباب فبتحل مشكلة البطالة وبتزود دخل قومي. أدي نقطتين أساسيين معانا. عندنا كمان في الصناعة بتوفر احتياجات السكان من المواد المصنعة وبتزود قيمة المواد الخام بعد تصنيعها. بتزود قيمة المواد الخام بعد تصنيعها. طيب تعالوا نشوف بعد كده. إحنا عندنا معوقات للتكامل الاقتصادي. ايه هي معوقات التكامل الاقتصادي؟ في معوقات بتعوق ان يبقى في تكامل اقتصادي ما بين الدول العربية وبعضها. يا ترى ايه هي بقى المعوقات دي؟ عندنا اول حاجة تذبذب العلاقات العربية ما بين تعاون وخلاف. بعض الدول العربية بينها وما بين بعضها في تعاون، وبعضها في ما بينهم خلاف. كمان في تشابه في الإنتاج ما بين الدول العربية. السلع الأجنبية بتنافس كثير من السلع من حيث السعر والجودة، عشان كده في معوقات بتعوق هذا التكامل. احنا كده خلصنا جزء الجغرافيا، وخدنا اكتب ما تشير إليه العبارات وبما تفسر والخريطة. تعالوا بينا ندخل على التاريخ. وسؤال عندنا أساسي في التاريخ، إلى من تنسب الأعمال؟ يا ترى إلى من تنسب الأعمال؟ مين عمل هذا العمل؟ تعالوا بينا نشوف السؤال وبناء عليه نجاوب. أول سؤال معانا، آخر خلفاء بني أمية وهزم في معركة الذئاب عام 132 هجريا، مين؟ برافو أحمد، كاتب لي مروان بن محمد، برافو. آخر خلفاء بني أمية وتهزم في معركة الذئاب. وبالمناسبة في معركة الذئاب اللي قاد الدعوة العباسية بعد هذا المقتل أبو مسلم الخراساني، واللي تولى هو أبو العباس، فنفرق ما بين الاثنين. طيب مين اللي استولى على بغداد وقتل الخليفة العباسي؟ دولة على بغداد وقضى على الخلافة العباسية وقتل الخليفة العباسي المستعصم بالله، مين هو؟ برافو، هو هولاكو. طبعا ده تبع المغول، مغول قبائل جت من شرق آسيا، وكان جنكيز خان هو اللي وحد هذه القبائل، بعد كده تولى حفيده هولاكو. طيب مين اللي عقد صلح الرملة مع صلاح الدين؟ ده صلح تم ما بين صلاح الدين وبين مين؟ برافو، ملك انجلترا. طب مين هو ملك انجلترا اسمه ايه؟ هو ريتشارد قلب الاسد، برافو عليكم. مين اللي بنى مدينة بغداد واتخذها مركز للخلافة؟ يا ترى مين؟ مين اللي بنى مدينة بغداد
واتخذ مركز الخلافة. برافو عليكم، هو أبو جعفر المنصور وهو المؤسس الحقيقي للدولة العباسية. ليه بنقول عليه المؤسس الحقيقي للدولة العباسية؟ لأنه قضى على الفتن والثورات. قلت لكم لو جالنا أي سؤال يقول لنا ده ليه بيتقال عليه مؤسس ثاني أو مؤسس حقيقي، يبقى معنى كده إن الدولة كانت هتنهار وهو أعاد ليها استقرارها من تاني، عشان كده بيقولوا عليه مؤسس ثاني أو مؤسس حقيقي. طيب رقم 5 معانا، هزم المماليك في معركتي مرج ضابق والريدانية. المماليك بعد ما ضعفت اقتصاديا وسياسيا وذلك بسبب اكتشاف طريق رأس رجاء الصالح، استغل الوضع ده مين؟ برافو الدولة العثمانية بقيادة سليم الأول، برافو، وخاضوا معركتين مرج ضابق في الشام والريدانية في مصر، ومنها أصبحت مصر ولاية عثمانية. سادس سؤال معانا، شيد مدينة القيروان. مين اللي شيد مدينة القيروان؟ ده في عصر الدولة الأموية. طب مين هو؟ معاوية بن أبي سفيان. معاوية بن أبي سفيان هو المؤسس الأول للدولة الأموية، والدولة الأموية اسمها كده نسبة إلى الجد الأكبر لبني أمية. معاوية بن أبي سفيان نقل عاصمة الخلافة لدمشق، أدخل نظام الوراثة وأنشأ ديوان الخاتم، وكمان شيد مدينة القيروان لأنه كان بيهتم بالعمران. برافو. سابع سؤال، استطاع استرداد إمارة الروحة من الصليبيين. مين ده؟ وهو أول من تصدر الخطر الصليبي في بلاد الشام وبيعتبر شهيد الأمة. مين؟ عماد الدين زنكي. برافو عليك، ويبقى اللي استرد إمارة الروحة من الصليبيين هو عماد الدين زنكي. طيب مين اللي طرد بقى الصليبيين من دمياط؟ مين؟ برافو، الملك الكامل. الملك الكامل ده ابن الملك العادل، والملك العادل هو اخو صلاح الدين، يبقى اللي طرد الصليبيين من دمياط هو الملك الكامل. برافو، الملك الكامل. طب يا ميس كان في بيقول لنا ان في حد طرد الصليبيين من عكا وصور وصيدا، مين هو بقى اللي طرد الصليبيين من عكا وصور وصيدا وقدر ان هو يتصدى للحملة الصليبية التانية؟ برافو، هو نور الدين محمود. تعالوا بينا نشوف النمط التاني من الأسئلة اللي عندنا في التاريخ. اكتب المصطلح الجغرافي. اكتب المصطلح الجغرافي اللي بتشير إليه العبارات الآتية: حرية الفكر بشرط ألا يصطدم هذا الفكر مع نصوص الكتاب والسنة. دي اسمها إيه؟ برافو، حرية فكرية. إحنا عندنا ثلاث أنواع من الحريات: حرية مدنية، حرية دينية، حرية فكرية. الحرية المدنية اللي بتدي للفرد الحق إن هو يتصرف في أمواله وأملاكه من غير ما حد يتدخل. الحرية الدينية بتدي له إن هو يعترف ما يشاء من الأديان. الحرية الفكرية بتدي ان هو يفكر بحرية بس طبقا للكتاب والسنة مش بره. طيب قبل ما نكمل الأسئلة، احنا عندنا في شورى وديمقراطية، يا ترى ايه المختلف عن المفهومين دول؟ الشورى ده مبدأ إسلامي بيستشير فيه أهل العلم والرأي في بعض أمور السياسة والناحية الاجتماعية الاقتصادية خاصة بالدولة. ديمقراطية دي كلمة يونانية معناها حكم الشعب لنفسه، زي ان هو بيختار مجموعة من افراده بينوبوا عنه في ادارة امور الدولة. طيب التاني سؤال معانا، كلمة تطلق على الذين دخلوا الاسلام من غير العرب زي الفرس والاتراك، دول اسمهم ايه؟ الموالي. برافو، والموالي دول كانوا كارهين للدولة الاموية. طيب علوم تختص بدراسة الإنسان وتفاعله مع غيره أو المكان اللي بيعيش فيه. دراسة الإنسان اسمها علوم إيه؟ اجتماعية. برافو. لكن العلوم اللي بتهتم بدراسة الظواهر الطبيعية دي علوم طبيعية. طيب رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم دي اسمها الخلافة. أما لو جاء لنا ده منصب سياسي بيعاون فيه الخليفة في شؤون الحكم يبقى دي الوزارة. خامس سؤال معانا،
بيقول ضريبة تؤخذ على كل ما يخرج من باطن الأرض من معيد. احنا عندنا من صادرات بيت المال اللي بيدخل، الفلوس اللي بتدخل بيت المال من الزكاة، وهي ركن من أركان الإسلام طبعا. الإخراج ضريبة بتفرض على ما تنتجه الأرض الزراعية، والعشور ضريبة بتفرض على بضائع التجار غير المسلمين، الركاز ضريبة تؤخذ على ما يخرج من باطن الأرض من معادن. يبقى ضريبة تؤخذ على كل ما يخرج من باطن الأرض من معادن اسمها الركاز. الغنيمة كل ما يحصل على المسلمين من مكاسب في الحروب، والجزية المبلغ بيدفعه أهل الذمة اليهود والمسيحيين مقابل حمايته. دي كلها مصادر بيت المال. سادس سؤال معانا في اكتب المصطلح: قبائل راوية جاءت من أواسط آسيا، من منطقة منغوليا، مين؟ المغول أو التتار. برافو عليكم. سؤال جديد بيجي لنا وفيه لخبطة شوية بتتلخبطوا فيها، بيجي يقول لنا دلل تاريخيا على صحة العبارة الآتية. هو عايز منك تقول إثبات إن العبارة صح. يعني لما يجي يقول لك كان لجوهر الصقلي دور مهم في تاريخ الدولة الفاطمية، هتقول له لأنه انتصر على الدولة الإخشيدية وضم مصر للدولة الفاطمية. مش بس كده، ده شيد مدينة القاهرة عشان تكون مركز للدولة الفاطمية، كمان بنى الجامع الأزهر. يبقى تاني لما يجي يقول لنا دلل على ان جوهر الصقلي كان ليه دور مهم في تاريخ مصر او تاريخ الدوله الفاطميه، هنقول انتصر على الاخشيديين وضم مصر للدوله الفاطميه، هنقول شيد مدينه القاهره عشان تكون مركز للدوله الفاطميه، هنقول بنى الجامع الازهر. تاني نقطه معانا في دلل: التسامح الديني لصلاح الدين مع اهل بيت المقدس. الدليل على كده انه عفى عنهم وامنهم على ارواحهم، ومش بس كده واموالهم وكنائسهم، كمان عفى الشيوخ والفقراء والأطفال من دفع الجزية. يبقى التسامح الديني لصلاح الدين مع أهل بيت المقدس، الدليل على كده إن عفى عنهم وأمنهم على أرواحهم وأموالهم وكنائسهم، كمان عفى الشيوخ والفقراء والأطفال إن هم يدفعوا الإيه؟ الجزية. سؤال مقالي، يبقى عندنا كلمة تفسر دلل من نتائج. يقول لنا النتائج المترتبة على معركة ذات الصواري 34 هجريا. المعركة دي أدت فيها إن الأسطول الإسلامي انتصر وقدر يأمن سواحل الدولة الإسلامية كمان. مش بس كده، تفتح جزر جديدة على البحر المتوسط زي إيه وإيه؟ زي قبرص ورودس. طيب إيه النتائج المترتبة بقى على صلح الرملة يا ميس؟ صلاح الدين الأيوبي لما خاض معركة حطين ضد الصليبيين وانتصر عليها، ملوك أوروبا اتضايقوا فاتجمعوا عشان يروحوا يستردوا تاني بيت المقدس من إيد المسلمين. كان ملك فرنسا وملك ألمانيا وملك إنجلترا ريتشارد قبل الأسد. ملك ألمانيا غرق وهو في الطريق فجيوشه رجعت. ملك فرنسا اتخانق مع ملك إنجلترا فزعل فخد جيوشه ورجع بلده تاني. فملك انجلترا ريتشارد قلب الاسد كمل بس اتهزم في المعركه، وعقد صلح الرمله مع صلاح الدين الايوبي. الصلح ده بيقول ايه بقى؟ بيقول او النتائج اللي ترتبت عليه ان ريتشارد قلب الاسد هيغادر بلاد الشام بس بيت المقدس هيفضل في ايد المسلمين. تاني نقطه، بعض المدن الساحليه تفضل في ايد الصليبيين. تالت نقطه، إن سماح للمسيحيين إن هم يحجوا إلى بيت المقدس. يبقى ما أجي أقول ما النتائج المترتبة على صلح الرملة 1192 ميلاديا، هنقول أدى إلى واحد، مغادرة ريتشارد قلب الأسد بلاد الشام مع بقاء بيت المقدس في إيد المسلمين. تاني نقطة، بقاء بعض المدن الساحلية في أيدي الصليبيين. تالت نقطة، السماح للمسيحيين بالحج لبيت المقدس. بكده احنا يا ولاد تناولنا كذا نوع من انماط الاسئله اللي تجيلنا،
وكمان مراجعتنا على جزئين قدرنا فيها نتناول أجزاء المنهج كامل. فبتمنى لكم النجاح والتوفيق إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير، ونلتقي إن شاء الله السنة القادمة وأنتم في أحسن حال. مع تحياتي أستاذة شيماء مجدي.